مشاهدينا ينضم معنا مراسل التغيير جاسم الهميم من كربلاء. أهلا بك جاسم، ويعني ضعنا في صورة الأجواء من حولك حتى هذه اللحظة. نعم، أهلا ومرحبا بكم. بالحقيقة متواجدين في قرب المراقد الدينية، ومباشرة ننقل لكم هذه الأحداث. بدأت منذ صباح اليوم شعيرة التطبير داخل محافظة كربلاء، وانتشرت ما بين الحرمين الشريفين وما بين أزقة وشوارع مدينة كربلاء القديمة القريبة من مراقد الإمام الحسين عليه السلام. تلتها بعد ذلك تحضيرات لركضة أطويريج، ونشر القوات الأمنية والحشد الشعبي والعتبات المقدسة وكل المنتسبين في مفترقات الطرق لتنظيم عزاء ركضة أطويريج الخالد. بالحقيقة جميع الظروف لحد الآن متواصلة وجاهزة لبدء هذه الشعيرة الحسينية. خلفي كما تشاهدون العديد من الزائرين يتوافدون لأداء هذه الشعيرة بين الحرمين الشريفين، وكذلك نحن بصدد نقل شعيرة ركضة أطويريج من فوق حرم الإمام الحسين عليه السلام خاص بقناة التغيير الفضائية. حصلت لنا هذه الفرصة بنقل هذه الشعيرة من فوق الضريح المقدس لجميع الزائرين الوافدين. لو يضعنا السيد المصور بلقطة للحرمين، أو كما تشاهدون ما بين الحرمين الشريفين المعزين، العتبة الحسينية والعتبة العباسية بدأت بنشر الكاربت الأحمر يعني تسهيل حركة ركضة أطويريج. كما تشاهدون هناك العديد من منتسبي العتبات يقفون على خط واحد للحفاظ على انسيابية ركضة أطويريج وتجهيزها وعدم السماح زخم هذه الركضة والحفاظ على سلامتهم من الاختناق. درجة الحرارة اليوم في محافظة كربلاء ما يقارب 50 درجة مئوية، ولكن المعزين يتواجدون بهذه المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك ممرات صغيرة للنساء على جنبي هذا الحاجز الذي وضعته العتبات المقدسة. إضافة إلى ذلك اليوم هناك العديد من مكيفات الهواء ومبرداتها والمظلات موجودة بمفترقات الطرق لتقليل درجة الحرارة، وهذا ما شهدناه بالحقيقة يعطي ما يقارب 10 إلى 15 درجة مئوية مخفضة بالظل للزائرين الذين سوف يؤدون هذه الشعيرة ركضة أطويريج. بالتالي الإجراءات الصحية اليوم والمستشفيات والمراكز وأيضا منتسبي الصحة يتوافدون وينتشرون ما بين الزائرين لإعطاء الكمامات والتعقيم والإرشادات الصحية وإلى ما ذلك من هذه الأمور للحفاظ على سلامة الزائرين. إضافة إلى ذلك هناك العديد من القوات الأمنية اللي أصبحت هناك خطة لتسيير ركضة أطويريج، هي وضع حواجز معينة كل مجموعة بمجموعتها تسير لعزاء ركضة أطويريج، وبعدها يتم غلق هذا أو هذا الشارع حتى يتم فسحة المجال للوجبة الأولى بالانطلاق والدخول من حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس عليه السلام بصورة سلسة وانسيابية، وبعد ذلك يفتح للوجبة الأخرى ويتليها هذه التفاصيل من أجل تخفيف الزخم على الكوادر والتفتيش وأيضا دخولهم وخروجهم من العتبة الحسينية إلى العتبة العباسية. هذا مجمل ما موجود الآن من عزاء ركضة أطويريج. سأضعكم بهذه الصورة وسوف نرصد لكم أولا بدء ركضة أطويريج بعد صلاة الظهر إن شاء الله من شاشة قناة التغيير الفضائية. وهذه الصورة لكم من منطقة ما بين الحرمين الشريفين وقرب العتبة الحسينية والعتبة العباسية المطهرة. طيب جاسم، يعني لنتحدث أكثر عن الاستعدادات الطبية. يعني نحن نشاهد جموع غفيرة من الزائرين والمعزين ومع ارتفاع درجات الحرارة، يعني ما هي الاستعدادات الصحية الخاصة بهذه الزيارة ما بعد ركضة أطويريج؟ بالحقيقة الاستعدادات الصحية رافقتها تطوع وانتساب من فرق العتبة الحسينية وأيضا الجيش والشرطة وكل المعنيين بالصحة. التزموا في مفترقات الطرق
وما بين عزاء ركضة طويريج الذي يحضر الآن في منطقة شارع الجمهورية الذي يتصل بمنطقة باب طويريج، هي المنطلق الأساسي لعزاء ركضة طويريج ينتشرون فيما بينهم لضمان عدم حصول أي اختناقات فيما بين هذه الركضة، كون الركضة أعدادها كبيرة جدا وهذا حدث مليوني بالحقيقة، كون الأعداد التي ستشارك بعزاء ركضة طويريج هو هائل جدا ولا يوجد مثله بالعالم أجمع. نعم. فلهذا يتم الاستعداد لاستقبال هذه الركضة أو هذا العزاء بجهد كامل. إذا تلاحظون أنه العديد منتشر لحد هذه اللحظة. نعم. السيد المصور لو يضعني بهذه الصورة، هنا العديد من منتسبي الصحة يتوافدون بهذا الجانب من أجل السيطرة وأيضا الانتشار ما بين الزائرين، يلبسون لبس الخدمة التطوعية ما بين الحرمين الشريفين من أجل السيطرة على هذا الموقف اللي هو عزاء ركضة طويريج. بالحقيقة ينتشر هذا العزاء أو يبدأ من منطقة باب طويريج ويتجه ما بين شارع الجمهورية ويدخل للعتبتين المقدستين وبعدها ينطلق ل المخيم. وبالحقيقة هذا العزاء هو خالد ومنذ سنوات طويلة جدا الذي أصبح شعيرة من شعائر الحسين عليه السلام، يتجمع به المعزون لنصرة الإمام الحسين عليه السلام. اليوم الجميع ينتشر والجميع يحاول أن يبدي الخدمة، سواء الأمر كان على المتطوعين من خارج المحافظات العراقية الذين يتوجهوا إلى العتبات المقدسة لأداء هذه الخدمة، أو ما بين منتسبي العتبة الحسينية والعتبة العباسية، أو ما بين طوق حماية الحرمين الشريفين، أو الجيش والقيادة قيادة عمليات الفرات الأوسط وقيادة الشرطة، وأيضا الحشد الشعبي وجميع الصنوف الذين اليوم يتواجدون بهذه البقعة المطهرة من أجل الحفاظ وديمومة نجاح خطة هذه الزيارة بصورة ممتازة. بالحقيقة اليوم لحد هذه اللحظة هناك توافد كبير من أهالي محافظة كربلاء، كون هذه المحافظة هي تنتظر اليوم العاشر من محرم، فهي تفسح المجال لجميع المعازين من خارج المحافظات العراقية. طبعا أشير بالذكر أنه هذا الموضوع قد لا يعرفه العديد من المعزين داخل محافظة كربلاء، أنه المدينة مدينة كربلاء الحسين تنتظر ولا يعني تكون بحشود مع الزائرين الوافدين من مختلف محافظات العراق إلى كربلاء، ينتظرون يوم العاشر لفسح المجال لبقية المعزين بأداء هذه الزيارة وعدم التسبب لهم بالزخم وعدم وصولهم إلى المراقد المقدسة، ويستغلون يوم العاشر من محرم للذهاب لزيارة الإمام الحسين. وأنا بطريقي لهذا الموقع الآن شاهدت العديد من أهالي محافظة كربلاء وجميع الأحياء السكنية ينطلقون من بيوتاتهم، يغلقون محلاتهم ويتوجهون لأداء مناسك زيارة الإمام الحسين عليه السلام برفقة المعازين من مختلف المحافظات العراقية. وبالحقيقة هذا شيء تاريخي. اليوم لاحظت العديد من الزوار يتوافدون في محافظة كربلاء، ونشاهد أيضا أهالي المدينة يقفون في مفترقات الطرق وبصراحة يكونون عثرة بوجه كل الزائرين. لازم تتشرفني بالبيت، هاي أول حكاية أني أسمعها على وجه كل أهالي محافظة كربلاء، يعني يوقف له أنه بعد ما تفوت إلا تجي اليوم تبات في بيتي وتاخذ ضيافتك يلا ثاني يوم تتوجه لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. هذا اللي لاحظته على مفترقات الطرق، طريق كربلاء نجف وطريق حلة كربلاء وطريق بغداد كربلاء يقفون بهذه المناطق. أشبه هذه العملية كونك مسافر لبلد معين ويقفون طوابير أصحاب العقارات لأجار بيوتاتهم، ولكن هذا الشيء يختلف في محافظة كربلاء. الطوابير تقف من أهالي كربلاء وبالمجان ويتوسلون للزائرين بأن يكونوا ضيوفهم بهذا اليوم وتتم خدمتهم بصورة كاملة حتى يتوجهوا يوم غد لأداء زيارة الحسين عليه السلام وهم مرتاحين ولا توجد لديهم أي مشاكل مرهقة لجهودهم. فالبعض من المعازين يتواصلون مع زيارة الإمام الحسين عن طريق المشي
قدما من محافظات الوسط والجنوب، والبعض الآخر يأتي عن طريق مسافة قطع مسافة معينة حتى يصل إلى قريب محافظة كربلاء على بعد ما يقارب 20 أو 25 كيلومتر، وينزل بهذا الطريق ويمشي مشيا على الأقدام وصولا إلى داخل المحافظة. فهنا يأتي دور الضيافة لأهالي محافظة كربلاء وفتح بيوتهم، كون الفنادق داخل محافظة كربلاء ممتلئة بالزائرين الوافدين سواء عن طريق مطار النجف الأشرف أو عن طريق مطار بغداد. فالعديد من الزائرين الأجانب وصلوا إلى محافظة كربلاء لأداء مناسك هذه الزيارة، وأيضا التواصل مع الزائرين عن طريق الحج عن طريق طريق الحج البري اللي يربط المحافظات الغربية لداخل محافظة كربلاء عن طريق السيارات وأيضا الطرق المؤدية إلى داخل المحافظة. هذه الآن على مقربة من بدء أو قرب بدء هذه المراسيم. نحن الآن بانتظار أذان الظهر، وبعد أذان الظهر سوف تنطلق هذه الشعيرة، شعيرة ركضة طويريج، وسوف ننقلها لكم عبر شاشة قناة التغيير الفضائية. متواجدين بهذا المكان الذي حصلت لنا الفرصة بنقل هذه الشعيرة من فوق حرم الإمام الحسين عليه السلام، ولو السيد المصور يتجه خلفي لنرى قبة الإمام الحسين ونحن على مستوى بهذه البقعة المطهرة في محافظة كربلاء. هذه قبة الإمام الحسين عليه السلام المطرزة بالذهب، وهذا علم الإمام الحسين الذي غير يوم 1 محرم إلى اليوم إلى اللون الأسود داخل محافظة كربلاء. وفوق العتبة الحسينية المقدسة مئات الآلاف اليوم يتواجدون بهذا المكان لأداء هذه الخدمة والزيارة وتسيير حركتها بصورة مستمرة وانسيابية عالية. وهذا هو بغية كل المنتسبين في مختلف الجهات الذين يعملون بهذه المؤسسات، سواء كان عتبات حسينية أو مؤسسات حكومية، جيش، شرطة، حشد وإلى ما شابه من صنوف المنتسبين يعملون جاهدا جميعهم من أجل إنجاح هذه الزيارة. الآن مثل ما تشاهدون راح تبدأ هذه المراسيم، مراسيم التحضير لصلاة الظهر، وبعدها مراسيم عزاء ركضة طويريج الخالدة التي أذهلت العالم بهذا الترتيب والنسق من محافظة كربلاء. بالحقيقة أنقل لكم وتبقى معكم هذه الصورة مستمرة من منطقة ما بين الحرمين الشريفين التي جهزت من العتبتين المقدستين بالاستعدادات الكافية للزائرين الكرام. جاسم، يعني لو تسمح لي بهذا السؤال، تحدثنا أكثر عن التفويج ما بعد انتهاء الزيارة والاستنفار لما بعد انتهاء الزيارة. نعم، هذا شيء ضروري للحكومة المحلية داخل محافظة كربلاء، فمنذ يوم أمس بدأت الاستعدادات لهذه العملية، عملية توفيج الزائرين بعد انتهاء هذه الزيارة. فهناك العديد من مفترقات الطرق، الطريق الأول اللي يخرج من باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام الذي يتصل بالمحافظات الجنوبية، وهناك وضعت العجلات الخاصة بنقل الزائرين، والطريق الآخر اللي هو طريق قنطرة السلام أو ما يسمى طريق باب طويريج. هذا الطريق اللي هو وضع من قبل الإدارة المحلية داخل محافظة كربلاء، وضعت هناك العديد من الباصات النقل، ما يقارب أكثر من 3000 باص وزع من قبل المحافظة وأيضا المتطوعين لنقل الزائرين لمختلف محافظاتهم العراقية، أو يكون هناك مرحلة أولى أو خطوة أولى لنقل الزائرين إلى منطقة سيطرة أم الهوى ما يشاع تسميتها. هذه السيطرة هي قريبة على محافظة كربلاء، من عندها ينتقل جميع الزائرين لمحافظاتهم سواء كان بصرة أو الناصرية أو العمارة أو بابل أو الكوت أو ميسان أو الديوانية. فجميع هذه المحافظات الجنوبية تنتقل من هذه السيطرة إلى المناطق المذكورة، وأيضا عن طريق باب بغداد
فهناك أيضا عجلات نقل تنقل إلى السيطرة الأولى المؤدية سيطرة المسيب المؤدية إلى محافظة بغداد والإسكندرية والمحافظات الموجودة بالوسط. وهذا العمل يتم من خلال العديد من المنتسبين بالشرطة والحشد والعديد من هذه الصنوف العسكرية المنتشرة على هذه مفترقات الطرق. نعم. الذين يجهدون من أجل تسيير حركة الزائرين وتخريجهم من المحافظة بصورة سلسة وانسيابية عالية لكي لا تحصل هناك أي اختناقات بالطرق. نعم. وعدم السماح لأنفسهم بأن ينتظر الزائر لساعات معينة حتى يذهب لبيته أو محافظته كونه هو أعطى الكثير من الجهد للوصول إلى محافظة كربلاء، وأيضا على عاتق السلطة المحلية أن تضع كل التساهيل لرجوعه إلى محافظته أو بيته بصورة سلسة وممتازة. نعم. بالحقيقة يتم التفويج هذه العملية بعد عزاء ركضة طويريج. نعم. بساعة واحدة، فالمعزين بهذه المنطقة وبعد عزاء ركضة طويريج مباشرة ينسحبون من العتبات المقدسة والدينية داخل محافظة كربلاء بعد أداء هذه الشائرة، ويتوجهون لبيوتاتهم جاهزين وأيضا حاملين معهم رضا الإمام الحسين عليه السلام بأداء مناسك هذه الزيارة. بعد هذا اليوم مساء سوف تكون هناك ما يشاع تسميتها بليلة الوحشة. نعم. بالعتبات المقدسة يتم فيها وضع الشموع وإشعالها بمفترقات الطرق وبين الحرمين الشريفين، وكل زقاق وكل حائط وكل مساحة فارغة وكل حديقة يتم وضع جزء من هذه الشمعات ما يشاع تسميتها بليلة الوحشة. نعم. هذه الليلة التي قتل بها الإمام الحسين عليه السلام وبقى عياله مسبيين ومعذبين في أيادي الظالمين في هذه الليلة، فهي ليلة الوحشة في محافظة كربلاء بجميع شوارع المحافظة وبيوتاتها تكون مغلقة الأضواء ويتم. نعم. إشعال الضوء الأحمر فقط. نعم. تستمر هذه العملية اليوم واليوم الآخر، يتم نصرة المعازين من قبل العشائر الكربلائية وعشائر بني أسد الذين يتوجهون لأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن بصورة كبيرة جدا. هذه نصرة الإمام الحسين عليه السلام المخلدة والتي بها طقوس وتفاصيل ثابتة على مر العصور والأزمان. هذا مجمل ما نوضحه الآن. نعم. كما تشاهدون أنه بدأت بعض الحشود تتجمع فيما بينها من أجل حجز أو من أجل تسيير مكان خاص بهم بعزاء ركضة طويريج، كون هذا العزاء ولضخامته فهو من المنطلق من باب طويريج حتى وصوله إلى المراقد المقدسة فهو ممتلئ والشوارع ممتلئة ولا يوجد مكان. طيب جاسم، هذه الشعيرة ركضة طويريج كم تبقى من الوقت تحديدا على الصلاة؟ بالحقيقة باقي نصف ساعة من الآن. نعم. لأداء صلاة الظهر، ومباشرة بعد أداء هذه الفريضة فريضة صلاة الظهر تنطلق الحشود لركضة طويريج، وسوف ننقلها لكم عبر شاشة التغيير. كما تلاحظون الآن بدأ افساح المجال للمصلين، وبعض المصلين الآن بدأوا بفرش سجاداتهم لأداء الصلاة، وبعضهم ينتظر أذان الظهر لأداء مناسك إكمال هذه الزيارة. والآن كما تشاهدون المنتسبين ذوي القبعات البيض يكون هناك أشبه بالزنجيل أو الخط الواحد. نعم. يستمر ما بين الحرمين الشريفين ذهابا وإيابا لضمان عدم احتكاكهم بالفسحة الموجودة خلفهم، فهي مخصصة للنساء ووقفة النساء بهذه المنطقة لكي لا يحصل هناك أي تلامس أو أي تدافع ما بين المعازين داخل المحافظة. هنا العديد من أعلام الحشد الشعبي المنتشرة بهذا المكان أيضا للمشاركة بعزاء ركضة طويريج. نعم. إضافة إلى ذلك كما تشاهدون اليوم الملبس يبين أصول الأشخاص، فهناك الباكستاني وهناك الأجنبي وهناك الدول العربية يعني جاسم متواجدة اليوم لأداء مناسك هذه الزيارة.
يعني هذه الزيارة لا تتوقف عند مذهب أو طائفية أو قومية، ونحن نشاهد صورة كاملة ومتكاملة واستنفار لجميع المؤسسات سواء كانت حكومية أم صحية أو خدمية، حتى يعني الشعب يريد تقديم الخدمة للجميع والجميع يريد يخدم بعضهم البعض. يعني ماذا، أو لنقول ما تعني هذه الصورة لجموع الزائرين الغفيرة؟ ماذا يستلهم الجموع من هذه الزيارة؟ نعم، احنا لو وضعنا هذه الحادثة هي كالمعجزة الثامنة في العالم، انه بهذه المناسبة ترى الكبير والصغير ومختلف الديانات الموجودة بالكون كله تراهم يقفون عند قضية الإمام الحسين عليه السلام ويتأملون بها وبتضحيات هذه الشخصية العظيمة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابها وخلدها التاريخ، واليوم نرى هذه الشخصية التي يحبها هذا الملايين أو هذا العدد من الزائرين المعزين، فكم من الإلهام وكم من هذا الوعي الذي وضعه الإمام الحسين عليه السلام بهذه الحشود المليونية، تراهم اليوم كلهم يجتمعون من أجل بذل هذه الخدمة. لو سمحت لي أن أوضح شيء معين، اليوم لو توجهت لأحد المطاعم وجلست لطلب مثلا وجبة معينة، ترى المبلغ يصل إلى ما يقارب 20 أو 25 ألف دينار للشخص الواحد. تراهم اليوم يقفون المعزين وأصحاب المواكب الحسينية لتقديم عشرات الملايين بل مئات الملايين العراقية من أجل التوسل بالزائرين لتذوق طعامهم، بحد ذاتها هذه معجزة. الأشخاص هنا في محافظة كربلاء يعني ينتظرون أو يعملون عاما كامل من أجل توفير الأموال وأيضا تجهيزها ليأتي يوم العاشر من محرم ويوم الأربعينية لبذل هذه الأموال في خدمة الإمام الحسين عليه السلام، منهم من يجهز الغذاء، منهم من يجهز المواد العينية وأيضا المواد الغذائية، وصولا لأصحاب المواكب وتجهيز أصحاب المواكب بهذه المواد الغذائية. بالتالي اليوم هذه العملية هي عملية نوعية ما موجودة بالتاريخ. محمود، بالحقيقة هذا الموضوع اليوم يعني يقف لديه جميع، أنه العديد من المواطنين يتوجهون لهذه الخدمة، خدمة عجيبة حيرت جميع العلماء، كون من الغير العادي شخص يعمل طوال عام كامل ويحرم نفسه من الشراء أو تجهيز نفسه بشيء معين، وتراه عندما يصل موعد زيارة العاشر من محرم أو الأربعينية تجده يعطي ويبذل ما يعمل به طوال هذا العام من أجل تقديم هذه الخدمة الحسينية، ويعني بكل رحابة الصدر ويتوسل للزائر، يعني يتفضل أو اجلس أو يعني بس تذوق ما نخدمك به وما نتفضل به لك. هذا النفس الحسيني لا تجده بكل مكان. هذه فسحة من التاريخ ينغلق في واحد محرم ويفتح بعد انتهاء شهر صفر. هذين الشهرين شهر العجاه، شهرين عجيبين بصراحة، تقف عندهم الظروف والأحوال وتجد كل شيء لا يشبه الطبيعة ولا يشبه الحياة اليومية، تجد كل شيء أشبه بالفانتازيا اللي يعيشها اليوم بعض الممثلين، تجدهم يعني يوصفون أمورا غير موجودة وخيالية، وهذا الأمور قد تحدث حاليا بأرض محافظة كربلاء، وتراهم ينجمعون من أجل تقديم هذه الخدمة بصورة مستمرة وغير منقطعة على مر الساعات والأيام القادمة لمناسك زيارة العاشر من المحرم وتليها زيارة الأربعين. طيب جاسم، نشكرك على هذه التفاصيل وأنت من قلب الحدث وفي كربلاء، يعني سنترك المشاهدين مع هذه الصور المباشرة من حولك.